زغاريت وأغاني تراثية مرتبطة بموسم الحصاد، القطن تحديدا. نورت يا قطن النيل، يا حلاوة عليك يا جميل. فرحة الحقيقة بتبقى مرسومة على وشوش لونتها الشمس وتراب الأرض، عرق الغيطان اللي كانت بتطوف كل شبر في مصر مزروع فيه فدان قطن، من الشرقية للمنوفية لبني سويف كفر الشيخ. الحقيقة كل محافظة في مصر أرضها متلونة بالذهب الأبيض. الفرحة خارجة من كل قلب تعب وعرق، وجه موسم الحصاد، موسم حصاد القطن. المرة دي ليه طعم تاني، خصوصا ان الدولة بالفعل اهتمت بالفلاح. وممكن نقول ان الفلاح المصري بيشهد عصره الذهبي على كل المستويات. معانا هاتفيا دكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة والمتحدث الرسمي باسم الوزارة. برحب بيك يا دكتور. اهلا بحضرتك يا وزين. اهلا بيك. ويعني انا عايزة اسأل حضرتك سؤالين، اولهم الدولة ازاي اتعاملت مع موسم حصاد القطن، اتعاملت ازاي خلال الفترة اللي فاتت مع الفلاح المصري ومحصول قطن طبعا خلال الفترة اللي فاتت وصولا الى الحصاد النهاردة، قدمت له ايه؟ ايه نوع الدعم اللي قدمته له؟ يعني الاول اسمح لي اشكر حضرتك، وطبعا الحقيقة زينا الدولة اهتمت جدا بالفلاح المصري في الفترة اللي فاتت في كل المجالات، مش بس في القطن، في كل مجالات الزراعة وكل مجالات التنمية. وبنشوف الاهتمام ده واضح في اكتر من حاجة. اول حاجه الدوله وسعت في المساحات المزرعه، بقى في مساحات ومناطق جديده بتخش في عمليه الانتاج، وبالتالي الفلاح بقى بالنسبه له انه يلاقي قطعه ارض يزرعها ويستصلحها بقى امر متاح. الحاجه الثانيه ان كمان بتوفر له اساليب الزراعه الحديثه، بتساعد في توفير الاسمده مثلا، توفير المستلزمات الزراعيه، انتاج التقاوي، كل ده بنوفره له من خلال تنفيذ مشروعات. يعني كنا بننتج حوالي 20,000 او 28,000 طن تقاوي، دلوقتي احنا وصلنا ل 128، فده بيلبي احتياجات المواطنين، يدي فرصه ان هو يعتمدوا على تقاوي معتمده وتقاوي موثوقه، بالتالي تعظم لهم من الانتاج وتضاعف لهم الانتاج، وبالتالي تزود لهم ربحيه ومداخلهم. كمان مبادرات تمويليه، احنا من خلال التنسيق مع البنوك الوطنيه بنقدر نوفر مبادرات تمويليه للفلاح المصري والمزارع المصري بدون فايده، زي مشروع تصوير الري الحقلي على 10 سنين، الفلاح بيقدر يطور ارضه ما بيتحملش اي تكلفه خالص غير القسط اللي بيدفعه بدون اي فوائد. مشروع البتلو عشان زاد اعداد الرؤوس الماشيه بفايده ميسره 5% بسيطه ومتناقصه. فالحقيقه جهد كبير جدا بذلته الدوله المصريه على كل المجالات، حتى كمان في مجال التسويق بدانا ندخل في فكره التحول الرقمي، بدانا نستخدم اساليب ارشاديه حديثه، بدانا نساعده في الربط المباشر بين المنتج والمستهلك، وعملنا قانون للزراعه التعاقديه وعملنا لائحه تنفيذيه للزراعه التعاقديه. فالحقيقه المجالات اللي قدمتها الدولة لخدمة الفلاح المصري كلها متعددة جديدة، كلها هدفها الوحيد هو أن يشعر المواطن المصري بحياة كريمة وخدمة حقيقية للفلاح والمزارع المصري. مبروك علينا موسم حصاد القطن يا دكتور.